السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا على السيرفايكل ليجن اللي ممكن يكون كاريوس او نان كاريوس. تمام، السيرفايكل ليجن اللي هي تكون كلاس 5، ماشي، وين تحدث دائما بالجنجافال ثيرد. تمام، عندنا هذا التوث، عندنا قسم الى ثلاثة، هذا السيرفايكال ثيرد، هذا الميدل ثيرد، هذا الجنجافا ثيرد. يعني السيرفايكال ليجن راح يكون بالجنجافا ثيرد اللي هو القصد منه كلاس 5 ليجن، ماشي. احنا قلنا عندنا ممكن يكون كاريوس ونان كاريوس. الكاريوس اللي هو اكو بكتيريا، بسبب البكتيريا البلاك راح تنتج لنا اسيد، وهذا الاسيد راح يودي يسوي لنا ديمرالايزيشن، وهاي متفقين عليها. النان كاريوس اللي هو ممكن اللي هو هذا ممكن يكون بدون بكتيريا، نان كاريوس ماكو بكتيريا، ممكن نتيجة عدة عوامل، الابريجين، بروكسيزم، ياخذ اسيدك فود درينك، بس راح نحكيها بالتفصيل بالمحاضرة. بس احنا عرفنا عندنا كاريوس ليجن ونان كاريوس ليجن كلاس 5، ومكانه بالجنجافال ثيرد، ماشي. عندنا السيرفايكال ليجن اللي على الانيمال اباف السمنتو انيمال جاكشن. السمنتو انيمال جاكشن هذا يقول easily to see by color change، لكن هذا الكلر تشينج مو انديكيتر فور روت كاريز. يعني مو انا من اشوف هنا كلر تشينج هنا، تمام، اللي هو على من السمنتو انيمال جاكشن، هذا راح اخذه كانديكيتر للروت كاريز، لان ممكن discolored للروت سيرفيس، تمام، ممكن يكون هو هارد وهذا not need to treatment، وممكن تشوفه انت healthy بس هو soft. تمام، احنا شلون نقرر هذا soft وهارد؟ يب البروب اللي هي الدنتال انسترومنت، ماشي. يعني مو انا اجيب الدايل هذا الكاريز ديتكتر واجي اخلي واشوف بالروت سيرفيس بالروت كاريز، لا، افضل شيء the best method indicator للروت كاريز هو البروب، الهاند دنتال انسترومنت. راح اشوف softness، هل هو هارد محتاج تريتمنت، هل هو سوفت هذا يحتاج تريتمنت. بس عرفني discolored للروت سيرفيس ما يعني هذا indicator for root caries، ماشي. حكيناها بانه احنا الكاريز ديتكتر ما نستخدمه على ود نشوف بالروت سيرفيس الكاريز، وانما ذا بيست ميثود اللي هي بالدنتال انسترومنت تشيكينج فور سوفتنس، ماشي. احسن حكينا على الكاريوس، هسه النون كاريوس سيرفايكال ليجن ممكن يصير عندي كلاس 5 بس مو بسبب الكاريز، ممكن يكون بسبب الستريس فيركشن او بايوكوروجن. تمام، the most common وين يكون بالبريمولر والمولر، وممكن يحدث بالانتيريور بس هو the most common يكون بالبريمولر والمولر، ودائما يكون بالاولدر ايج، ناس كبيرة بالعمر. تمام، هسه نجي اول سبب بالنان كاريوس هو الاروجين. الاروجين، تمام، التآكل، يعني يكون بسبب الكيميكال اكشن. يعني شنو كيميكال اكشن؟ ياكل هذا، يشرب مشروبات او اطعمه، ليمون، سيتريك، تمام، حمضيات او غاستريك اسيد، تمام، هذا الغاستريك اسيد راح يسوي اروجين. تمام، بالايرلي ستيج راح يكون الانيمال سموث سيرفيس، لكن بالسيفير راح يصير عندي اكسبوز للدنتين ويصير الكاسب والجروفز راونديشن. تمام، هذا كله راونديشن راح يكون راونديشن بالسيفير كيسز، راح يصير لنا اكسبوز للدنتين وراوندينج بالكاسب والجروف، والايرلي هو سموث سيرفيس. عرفنا السبب مالته هو الكيميكال اكشن، ماشي. الابريجن السبب مالته هو الكيميكال ميكانيكال فورس. ميكانيكال فورس يعني شنو؟ براشينج تكنيك، براش تايب. سهل لما تشتري انت بطب الاسواخ تريد تشتري فرشة اسنان، راح تلقى عليها مكتوب يا اما سوفت ميديوم. شنو القصد؟ القصد مية هاي شعيراتها تكون يا اما خشنة او ناعمة، ممكن واحد يستخدم خشنة، تمام،
فهسه احنا عندنا سببه اللي هو براشنج تكنيك، براش تايب، وتوث بيست تايب. هما فهذين يكون لعبة دور بالابريجن، ويكون شكله في شيب، في شيب نوتش. بس عرفنا هذا الابريجن. والابرفكشن، الابرفكشن راح يكون نتيجة البروكسيزم، هذا الجريندينج، الواحد يظل صرير، تمام، اكلوجن لود. فش راح يؤدي؟ راح يؤدينا بالسيرفايكال انامال فراكتشر. طبعا هاي النتيجة النهائية فراكتشر، بس هو بالبداية راح يكون هنا كراك، ديب كراك، راح يبدي ديب كراك ديب كراك بفعل البروكسيزم، وراها راح يصير بها فراكتشر. تمام، هسه انت راح تشوف بالنظرة الأولى، تمام، الوهلة، الوهلة الأولى راح تشوف بين الابرفكشن والابريجن يعني متشابهات تقريبا، يعني متشابهات. وخصوصا انت اذا بالكلينيك راح تجي تشوف، راح تظل محتار بين هل هي ابريجن لو ابرفكشن. فهسه احنا راح اقول لك شلون راح تقدر تميز، شوف هذا ابرفكشن لو ابريجن. تمام، هسه راح اشوف هالصورتين، هذا ابرفكشن وهذا الابريجن. بالنظرة الاولى راح اشوف المتشابهات نوعا ما، بس بالعيادة ما راح يجن اثنينات حتى تقعد تميز، تمام. فانت راح تظل مشتبه هل هو ابرفكشن لو ابريجن عمود بالدياجنوزس. تمام، هسه احنا راح نجي على كلينيكال ابييرنس. كلينيكال ابييرنس مال ابرفكشن راح يكون قلنا في شيب، تمام، ودائما يكون بالكناين والبريمولر، تمام، ويكون ديب كراك. بس هاي الصورة واضحة، قاعد تشوفون شلون مثل الفراكتشر ديب كراك، لأن يعني الفراكتشر ما راح يكون هذا سموث يجي ماشي سموث، تمام. فهذا ديب كراك، هذا كلينيكال ابييرنس راح يكون كراك ديب كراك، من راح صار فراكتشر، وراح صار وراء نتيجة فراكتشر، تمام. فس هذا الكلينيكال ابييرنس. والابريجن راح يكون سيمتريكال، تمام، هاي شوفه بسيمتريكال كلهن متشابهات، ودائما يكون بالاول انتيريور تيث، تمام. بس هذا ما يعني يكون موجود بالبورستيريور، بس دائما يكون بالاول انتيريور تيث. وسيمتريكال متشابهات هنا بالابرفكشن ما متشابهات، لان هاي نتيجته كراك وبعدين صار فراكتشر، تمام. فما متشابهات بين وحده ووحده، ما متشابهات. شوف هسه هذا الفراكتشر مالته صاير هيج، هذا الفراكتشر هيج صاير، فماكو سيمتريك. بالابريجن اكو سيمتريك. ليش سيمتريك؟ لان احنا قلنا هاي نتيجتها توث براش، راح تجي انت متفرج فتوث براش، فراح يكون سيمتريك، تمام. والسبب الثاني او سبب الكلينيكال ابييرنس الثاني حتى نميز، راح يكون سموث وفلات سيرفيس. اذا تشوفها مبينه من واضحه من الصوره، فلات وسموث، فلات وسموث سيرفيس. فعرفنا الكلينيكال ابييرنس. وشغله ثانيه مهمه، ناخذ البيشنت هيستوري والهابت، ناخذ البيشنت هيستوري نعرف شلون شنو النوع الفرشة اللي استخدمها، نقول له تعال سوي اعطي فرشة اسنان، نقول له فرج قدامي اريد اشوف شلون يفرج اسنانه، اشوف شنو الهابت اللي عنده. فهان ذني من البيشنت هيستوري والهابت وكلينيكال ابييرنس اللي حكيتها، فراح اعرف هذا ابريجن لو ابرفكشن، واضح. هسه راح نجي الاكسس والايزوليشن للسيرفايكال ليجن. بالسب سوبرا جنجافا راح يكون ايزي تو اكسس، سوبرا جنجافا هو فوق الجنجيفا لاين، بس بالسب جنجافا راح يكون تحت الجنجيفا، جنجيفا لاين راح يكون مور ديفيكالت تو ايزوليتد. لما يكون مور ديفيكالت صعب اسوي له ايزوليتد، وبالتالي راح يكون الكومبليت كيريس ريموفال والريستوريشن اكو تشالنج، يعني ممكن اكو نسبة، اكو ممكن نسبة حدوث الكاريوس، كاريوس انا راح اتركها ما راح اشوفها، ممكن يكون عندي الريسك راح يزود بالمايكرو ليكج، وبالتالي راح يصير عندي ريستوريشن فيلر، تمام. انا عندي مشكلة بالسب جنجايفا، ماشي. التيبيكال تريتد شنو بالكلاس 5 اللي هو السيرفايكال ليجن، كنترول رول ريتراكشن كورد، اللي هو هذا الريتراكشن كورد، هذا الريتراكشن كورد، كنترول ريتراكشن كورد. لكن
بالسب جنجافال اللي هو اكستند بيلو ذا جنجافال مارجن، يسوي سب جنجافال، لازم نسوي له جنجيفكتومي، جنجيفوبلاستي. شو هذا؟ سب الليزر او سيرجيكال بليد، اسوي جنجيفكتومي، عم اسوي اكسبوز للمارجن حتى اقدر اسوي ايزوليشن، اقدر اسوي كومبليت للكاريس ريموف، حتى اسوي ريستوريشن، جود ريستوريشن، حتى ماكو ماكرويليك ايج، على مود ما يصير عندي فيلر. بس عرفنا بالسوبرا شلون اعالجه وبالسب شلون اسوي الايزوليشن. يعني هسه التريتمنت راح نجي على التريتمنت. تريتمنت بالاكتف كاريز عم متفقين عليه. الاكتف كاريز ها عندنا بكتيريا، بكتيريا بلاك، لازم اسوي كنترول وامنع الديزيز من البروجريشن، حتى امنع من يتطور انامال دنتين بالب اكسبوجر، امنع اسوي له ريستريشن. لازم اكتف كاريوس والكاريوس ليجن كلاس فاب لازم اسوي له ريستريشن. بس النان كاريوس، نان كاريوس ما نسوي له ريستريشن، بس اسوي له ريستريشن بهاي الحالات. اول شيء اذا تو ستراكشر لوز اكستنسيف، تمام، تو ستراكشر رايح اكستنسيف، ممكن يصير فراكشر، انكسر السن، ممكن على مود استاتيك جماليه، ممكن على مود سنسيتيفيتي، او اكوموديت للكلاسب. كلاسب للريموفال بارشال دنتشر، ريموفال بارشال دنتشر من الروتيشن، يحصل روتيشن من الكلاسب. وممكن اني هذا النان كاريوس سيرفايكال ليجن وعلى مود اسوي اكوموديت للريموفال بارشال دنتشر كلاسب، وممكن اني اعالج النان كاريوس بس بذني الحالات. اذا ماكو لا سنسيتيف عندي قليله، ما مهتم بالاستيتيك شويه بالبوستيريور تيث، ماشي، مو نان اكستنسيف، ممكن انا اتركه بدون علاج. بس هذا ذني اربع شغلات. نان كاريوس سيرفاكال ليجن شود بي تريتد، يعني لازم اعالج، لازم اسوي له ريستوريشن بس بذني الحالات. زين، اذا كان نان اكستنسيف واسبتوماتيك، تمام، اللي هو ماكو اعراض، ماكو سنسيتيف، ونان اكستنسيف تو ستراكشر عندي قوي كافي، فشنو العلاج؟ شنو العلاج، وانما شنو الاجراء اللي اسويه؟ اول شيء لازم اسوي جود دايجنوزز واعالج السبب. هل تمام اشخص السبب؟ ممكن هو جريندينج، ياكل حمضيات اكثر، برشينج، فهسه شنو جود دايجنوزز والكوز اعرف، تمام. بروفيلاكتيك تشينج، شنو قصد بروفيلاكتيك تشينج؟ هو امبروف للاورال هايجين، موديفاي للداي، يعني قليل الاستيك فود والدرينك، تشينج للبرشينج تكنيك، تمام. راح اقول له فرج قدام حتى اعرف البرش مالته، برشينج تكنيك حتى اسوي اعطيه بروبر برشينج تكنيك، اسوي مانجمنت للهابت، جريندينج، بروكسيزم، اعالج هذا الشيء. بس هذا ذني الاربع شغلات، دوكيومنتيشن وفولو اب، لازم اسوي له فولو اب، ماشي، لان اذا ما نسوي فولو اب ممكن هذا يصير مو نان اكستنسيف، راح يصير اكستنسيف، واذا صار اكستنسيف لازم نسوي له ريستوريشن او يقلب عنده سنسيتيفيتي، تمام. فهسه هذا اذا كان ماكو سيبتوماتيك ونان اكستنسيف، ثاني شغلات سوي جود دايجنوسيس، اعرف السبب، اعطيه بروفلاكتيك تشينج، اعطيه فلورايد، ودوكيومنتيشن وفولو اب. هسه شنو الريستوراتيف ماتيريالز المستخدم بالكلاس 5؟ عندنا نون استاتيك ماتيريال اللي هي الامالغام، جولد فويل، جولد انلي، ذني رير يوز هذا الجولد، تمام، جولد ذهب، راح هذا ايام زمان كانوا يستخدمون الجولد، ماشي. عندنا استاتيك ماتيريالز، الاستاتيك ماتيريالز اللي هي الكومبوزيت، كومبوزيت وجلاس اونمر اللي هي ساندويتش تكنيك راح نحكي عليها نشرحها، فلاوبل كومبوزيت، جي اي سي، ريزين موديفاي جلاس انامور، كومبومير، هذا الكومبومير، هاي ماتيريالز اللي هاي ماتيريالز شنو الكومبوزيشن مالته؟ بولي اسيد موديفاي ريزين، اضافه الى فيلر، الفيلر هذا من جاي من الكومبوزيت وجلاس انامور، تمام. فهذا مجتمع وسوون هاي الماتيريالز، هي هاي الشركة مال فيفو دينت، طبعا اكو اكثر من شركة، بس هذا مال فيفو دينت هو كومبو جلاس، هاي اسمه التجاري كومبو جلاس، هو كومبومير.
تمام. والرابع وحدة اللي هي البورسلين اللي هذا هم ريرلي يوز. نجي هسه الساندويتش تكنيك. الساندويتش تكنيك اللي احنا قلنا راح نستخدم الجي اي سي والكومبوزيت. بالساندويتش تكنيك عندنا شغلتين، يا اما اوبن ساندويتش تكنيك او كلوز ساندويتش تكنيك. شنو اوبن شنو كلوز؟ الاوبن لما يكون الجي اي سي اكسبوز للجنجيفال مارجن. هسه الجنجيفال مارجن يا هي مالتي، هذا الجنجيفال مارجن تمام. لما يكون الجي اي سي اكسبوز يعني هذا الجي اي سي واصل لحد الجنجيفال مارجن، واصل لحده، هذا يصح له اوبن ساندويتش تكنيك. الكلوز الجنجيفال مارجن تمام، الجي اي سي ما واصل للجنجيفال مارجن، وانما الكومبوزيت الريزن كومبوزيت مغطي كفر الجي اي سي تمام، هذا مغطي. فالجنجيفال مارجن صار اكو كومبوزيت، يعني جنجيفال مارجن الكومبوزيت راح يوصل بيها، بس بالاوبن راح يصير الجي اي سي واصل. زين شو وقت استخدم كلوز شو وقت استخدم اوبن؟ الاوبن استخدمه اذا اني الكيس ماتي سب جنجايفال تمام، واذا والكلوز استخدم اذا سوبرا جنجايفال الكيس ماتي. زين ليش سوبرا؟ لان يعني بالسوبرا جنجايفال انا عندي انامور المارجن جنجايفال مارجن، هذا انامور عندي، بس بالسوبرا بالسب جنجايفال عفوا بالسب جنجايفال ليش استخدم اوبن؟ لان اني هنا الجنجايفال مارجن راح يكون يا اما دنتين او سمنتم، فلذلك نستخدم الجي اي سي تمام، اللي يكون البوند اعلى اقوى احسن تمام، على مود البوند مالته. فعرفنا هسه شو وقت استخدم الكلوز شو وقت استخدم الاوبن. الاوبن اذا سب جنجافر كيس ماتي، واذا سوبرا جنجافر استخدم الكلوز ساندويتش تكنيك تمام. ليش استخدم جي اي سي؟ ليش استخدم الاستاتيك؟ الجي اي سي استخدمه على مود يعوض لي الدنتين وعماته امبروف للريتينشن، والكومبوزيت على مود الاستاتيك والابريزيف والابريجن ريزيستنس تمام. هسه الدنتال سنسيتيفيتي، هاي الاسنان عندنا اي واحدة من صار عندها سنسيتيف. ليش صار سنسيتيف؟ لان صار اكسبوز للدنتين. زين ليش لما يصير اكسبوز للدنتين يكون سنسيتيف؟ لان عندنا دنتال تيوبولز، هاي الدنتال تيوبولز بها فلويد موفمنت، بها فلويد تمام. هاي الفلويد راح تتاثر، هاي حركه الفلويد داخل الدنتال تيوبولز. هسه هذا دنتال تيوبولز ماشي بداخله فلويد تمام، هذا الفلويد اكو ضغط طبعا، هاي الحركه يصعد ينزل. هنا عندنا البالب او البين ريسبتور تمام. فاحنا هذا الموفمنت فلويد راح تتاثر تكتايل ثيرمال كولد اوزموتيك، فهذا راح لما هاي الحركه تمام راح يعطيني بين ريسبتور ماشي. فهذا الاوزمو قلنا تكتايل ثيرمال اوزموتيك ستيمولي. شنو قصده بالاوزموتيك ستيمولي؟ اللي هو ممكن سويت سالتي فود تمام، اللي هو ياكل ملح يشرب ياكل سويت حلويات، فهذا ايش راح يسبب؟ راح يسوي الفلويد هنا راح يسوي لي شيفت انسايد ذا توث، وبالتالي تريجر للبين ريسبتر. عرفت شلون؟ فهاي عندنا احنا يصير البين، لان هذا الفلويد داخل الدنتال تيوبولز، واذا كان مكشوف اكسبوز دنتين فهو راح يكون عرضه للثيرمال تكتايل اوزموتيك، فهاي كلها راح ياثر على الموفمنت مال الفلويد. شنو التريتمنت؟ اذا كان عندنا جنجيفال ريسيشن راح نسوي سيرجيكال روت كفرج، يعني اجيب كونكتيف تيشو جرافت راح اجي اغطي هذا الجنجيفال ريسيشن واسوي له سوتشرينج غطيته، او ممكن اسوي سيل. لا احنا قلنا دنتال تيبولز هي لان بها فلويد موفمنت، فراح يسوي لنا بين ريسبتر تمام. فاحنا هذا راح نسوي له سيل نسده، يا اما اسوي له سيل بالدنتال ادهيسيف او اوكسيلاكتيك سولوشن، يا اما فلويد يا اما بوتاسيوم نيتريت. هذا البوتاسيوم نيتريت يا اما تلقاه على شكل توث بيست يا اما جل، بس هذا ايش راح يشتغل؟ ما راح يسوي سيل،
للدنتيروتيبيولز، وانما راح يسوي ريديوس للنيرف اكتيفيتي. تمام، عكس دوله لاول ثلاثه، بين اول ثلاثه راح يسوي نسيل للدنتيروتيبيولز، راح يغلقها الدنتيروتيبيولز، بالتالي راح ماكو فلويد موفمنت وماكو بين تريجر. بس هذا البوتاسيوم نترات اللي نلقاه على شكل جل او توث بيست راح يسوي ريديوس للنير اكتيفيتي. هنا خلصت محاضرتنا، شكرا.